يقول الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذه المنافقين، هذه صفة المنافقين، فإنهم دائما يريدون الفتنة بالمسلمين، حتى لو أن العدو وصل بيوتهم وحاصرهم فهم لا يكفون عن أذية المسلمين ولا يجاهدون مع المسلمين، ما يجاهدون مع المسلمين لو أن العدو وصل بيوتهم، ما يجاهدون مع المسلمين. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله.